مرحبا فيكم مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا، حياكم الله في الفقرة الأخيرة من حلقتنا لليوم مع الشيف آسيا، واليوم بتسوي لنا ناتشوز. يقولون عاد اليوم العالمي للناتشوز، كل عام وناتشوز بخير وانتم بخير. الله يدخل عليك بالصحة والسلامة يا رحم. شو السالفة؟ ان شاء الله كل ناتشوز وانتي بخير يا رب. شو حال سواليا؟ الحمد لله، انتي اخبارك؟ الحمد لله تمام. سباب يا مخسي، شو رايك؟ طبعا بنسوي ناتشوز، دائما متعودين الناس انهم ياكلونه في السينما، لكن في اضافات مش موجوده في السينما، هني بس موجوده عندنا. اليوم راح نعمل الوصفه المكسيكان، يعني المكسيكيه، البيتيه يعني حتى. خبرينا عن المكونات الغاليه. اول شيء مهم في الناتشوز هو الخبز التورتيه او خبز الذره المكسيكي، راح نقطعه على شكل يعني مثلثات لنحمصه او نقليه، يعني في ناس تحمصه وفي ناس تقليه، احنا راح نقليه لانه الفريج بدهم مقلي. اوكي. فراح نقليه بالزيت، وراح نعمل معاه كمان، يعني الناتشوز بيحتاج اللحم المفروم، بيحتاج فاصوليا حمراء، بيحتاج طماطم اللي هي الكونكاسي او العلب، وبيحتاج كمان اللي هي طماطم الفريش، وبيحتاج الكزبره، لانه يعني الطبخ المكسيكي معروف انه غني بالكزبره. وبيحتاج الجبن المبشور، المفروض انه يكون جبن مكسيكي اللي هو التشيدر الاحمر، وخليط ما بين التشيدر الابيض، انا ما حصلت التشيدر الاحمر، جبت التشيدر الابيض، وممكن اضافات مثل الذره او الطماطم الصفراء، الفلفل الالوان، يعني حسب، بس هدول البيزك. والبهارات راح يحتاج كمان البهارات التاكو اللي بتتباع جاهزه، والبهارات المكسيكيه، راح يحتاج كمان كزبره ناشفه، راح يحتاج كمون، ملح، بابريكا، معجون ثوم، وراح يحتاج الهالوبينو شيلي او معجون شطه. هو من الوصفات الاساس، الشيء الاساسي الهالوبينو ضروري يعني. بس اذا ما موجود نعمل الشطه العاديه تبعنا، بصل اخضر، وطبعا ساور كريم والجواكامولي للتقديم. معنا وقت بنعمل الجواكامولي، ما معنا وقت شو اللي هي صلصة الأفوكادو. مولي صلصة الأفوكادو. انزين، انت ذكرتي قبل شوي ان ممكن الخبز يكون مقلاي او محمص. شو بيفرق بالطعم؟ طبعا المقلي احسن. فاحنا بنعمل الاول يعني بنقطعه بهالشكل، كيف ما بيجي بالعلبة بنخليه بنفس الشيء عشان يكون سهل علينا. حلو. وبنعمل بهالشكل مثلثات يعني. وكمان هيك. ويتم على النار كم دقيقة لما ليتحمص؟ خمس دقائق. جميل. ويتم كل حبة بحبتها، ها؟ ايه، بعدين هو بيفك لحاله يعني. جميل. طبعا هاي الوصفة الأصلية مشاهدينا، يعني دائما في السينما يكون بس الجبن او الصلصه الحمراء والهالبينو، لانه كمان السينما ليهم وجهه نظر. السينما انه بدهم انت تستمتع بالناتشوز، بس ما توسخ السينما ولا يوقع منك شيء ولا شيء. فبيحط لك الاشياء اللي هي اساسيه بتوصلك للطعم او النكهه، بس في نفس الوقت ما بتعذبك بالاكل. هذا بس بعد الناتشوز هو نفسه الخبز يكون مختلف في السينما شكلا وايضا طعما، فهني اللون يكون مختلف، فخبريني ليش يكون في خلاف؟ بعدين بيصير اللون هيك. هي بس في السينما ما يكون شيء. يعني على حسب طريقة، يعني هم على فكرة بالسينما بيعمل لك الأشياء فريش. يعني فبس هذا بيدخل للفرن كمان، يعني هذا الوصفة الطبيعية للناتشوز البيتي اللي معروفة بالمكسيك. فخلينا نبلش نحكي بالصلصة، بنحط لها شوية زيت. مفروض انه نحط بصل كمان لو بدنا، بس انا ما حاطه بصل عادي، بحط البصل الاخضر احسن. بحط اللحم. بدري بعد عن يا صباح الخير. يا صباح النور. يا صباح النشس. كيف الحال؟ شيف يا هي زعلانه. الحمد لله. عبد الله ليش زعلان؟ قال في اشياء ياسه تختفي. شو اليوم خاف؟ يعني انا خليت هذا مليان. وين راح عبد الله؟ فين راح؟ اتهم عندي انا طبعا موجود. اكيد المشكلة انه كلهم بيصيروا انت القدوة، يعني اول ما تاخذ اثنين بيمشوا حدوك، بالاخر بتاخذ انت الجريمة كلها. والله مو بالي منصور يقول لي. اوكي. انت اللي ماخذ. صح؟ بعدين حبة ناتشز شو صار يعني؟ باخذ واحدة قدامك عشان. ها تأكيد اللي يسويه تحت الهواء هذا يسويه على الهواء بعد. حرام عليك. هذا الناتشوز غير اللي ناخذ من برا. لا هذا الناتشوز البيتي. في البيت؟ ايه الناتشوز الاصلي. الاصلي. زين كيف صار الناتشوز البيتي؟ شرحته ولا؟ خبز حطيناه. خبز عادي؟ خبز التورتيه الذره. انا على بالي على فكره شيبس.
مو بخبز ابدا، ما يفبالي خبز، ما اعرف. لا هو خبز، خبز لا انا قاعد اطعمه خبز. بعدين حطينا مع اللحم الثوم وبنحط البهارات، هذه الكزبره الناشفه. كمية شيف محطوطين المكونات بس معلقه صغيره من الكزبره ومعلقه صغيره من البابريكا ومعلقه او ربع معلقه من الكمون. وايدين يحبون النكس وخصوصا يكون مع الهلبينو الحار. وهذه معلقتين كبار من بهارات التاكو والبهارات المكسيكيه، وهي متوفره حاليا في كل الاسواق. اذا ما كان متواجد الهلبينو عبد الله مثل حال عندنا اياها اليوم، خذ شطه الدقوس. دقوس شطة يعني اللي بتستخدمها بالدقوس. مهم يكون في شيء حار بالأكل. إيه مو شيء حار، بس هو الهالوبينو اللي بيوصل النكهة الحلوة. تاكلين شيف هالوبينو؟ هالوبينو إيه هالوبينو ليش حلو؟ إن هو مزيج ما بين الفلفل الأخضر والسبايسي يعني الحار، فهذا بيعطي الطعم. معروف إن الفلفل الأخضر يعني حلو كتير. طب ممكن تسويه في البيت الهالوبينو شيف؟ الهالوبينو لا يعني بيجي جاهز، هذا اللي هو قرون الفلفل الاخضر الجاهزه يعني الحاره. احنا هلنا محمصين قبل. حلو. بنعمل ميني واحد للمشاهدين. طلع زياده. شفت يعني لو كنت خليت لي والله العظيم كان استوى الطبق. بس حرام عليك يعني. دائما كسفني قدام يعني. المشاهدين. انا برتب لك عشان من لي الصحن. بنحط معه الفاصوليا الحمراء. اوكي. طبعا نحطهم كلهم مع بعض. بس ما في تنجون تشيل المكونات، لان احيد بعد الفاصوليا المفروض حبه بحبه، بس تشيل انتي تدمجينهم ولا؟ ايه لا يعني بيطلعوا حبه بحبه، ما تقلقين يعني دونوري بيطلعوا. انتي مش تخلطينهم؟ لا بس بيفضل يعني. لا تقلقين بحبه. لا تقلقين. لن اقلق شيف. وكم دقيقة يتم على الغاز هالمكونات؟ ما هذا الناتشوز ميزته إن هو من أسرع الأطباق، يعني ممكن تسلي فيها من غير ما ياخذ وقت طويل. طيب بس جاهزين من غير ما تحط اللحم المفروم. خلاص. عشان يكون طبق. عبد الله شو رأيك مع الشيف وهي ستسوي الخلطة السحرية؟ أيوة. نذكر مشاهدينا بالسؤال ونقول لهم شو الإجابة ونسحب على الفايز. طبعا سؤالنا كان مشاهدينا متى تأسس اتحاد الإمارات للجوجيتسو؟ وانا عاد ساعدتكم قلت لكم 2013 او 2012 او 2014، والجواب هو 2014. ابغى حد الحين يغششني. طبعا الجائزه هي مشاهدينا اقامه ليله واحده لاربع اشخاص في جناح صاخر بقيمه 4000 درهم مقدمه من فندق كمبرسكي في النخله الجميره في دبي. والحين بنعلن عن الفايز ونقول الف الف مبروك. رحاب كم فايز عندنا؟ فايز واحد للاسف. فايز بس واحد. بياخذ اربع اشخاص معه. اونلي وان؟ لو كنت ما اكلت الناتشوز كانوا اثنين. لو ما اكلت الناتشوز كمان. انا ما بسحب لاني انا خلطت ريحه بسحبي. يلا. بس شو تختارين من الوردي؟ غيري دائما وردي، غيري. على فكره في هم ما كان وردي، هذا وردي. زين غيري. شو اغير؟ ايه ازرق. ازرق. نقول الف الف مبروك باسم ميثا عبد الله. كيف شي؟ ها؟ باسم ميثا عبد الله. باسم ميثا، شو باسم ميثا عبد الله؟ ما ادري. باسم يمكن ولد ميثا عبد الله. تاكدونا يا جماعه، المهم باسم ميثا عبد الله او باسم ميثا عبد الله. يمكن باسم ولد ميثا عبد الله. اهم شيء التحليل. الف مبروك. شلي باسم وميثا عبد الله وروحوا لفندق كامبنسكي. في دبي بجميرة ويستاهلون الجائزة. وللأسف اللي ما حلف الحظ، إن شاء الله الجوائز جاية والمسابقات جاية ودائما بنساعدكم. وطبق ناتشوز حطينا الخلطة وحطينا عليها الطماطم، بصل الأخضر، الجبنة، والكزبرة، وندخلها الفرن دقيقتين بس تسيح الجبنة. ما حطيتي من هذا شيء ممكن بس للتزيين. شو هذا؟ قلنا إضافة بس بعدين. هذا طبقنا جميل. طبق اليوم، طبق اليوم بنحط بس الكزبرة، لانه الان تعرفوا الاكل المكسيكي العطر يعني السر المكون تبعه هو الكزبرة لانها عطرية. صراحة شكلها وايد يامي، تسلم يدك. والحين كيف نحط الحار؟ جواكامولي هاي الصوص والوايت. ايه وتحرق الصوص الثاني. قعدنا نحكي الصوص. هذا الصوص؟ هذه الجواكامولي صلصة الافوكادو، عبارة عن افوكادو مع الطماطم والليمون، عصير ليمون وكزبرة، بتهرسوا منيح، وثوم 100 100 فلفل بيرفكت مو بيرفكتو بيرفكت مو
بيرفكتو. يعطيك الف عافيه. وهذه الساور كريم يعني. الله يعافيك حبيبتي. مشاهدينا للاسف وصلنا لختام حلقتنا لليوم، طبعا عبد الله وايد مشغول كالعاده في الاكل. انا بعمل ان شاء الله انكم استمتعتوا في هاي الحلقه، واكيد لنا لقاءات ثانيه يوم الاحد ان شاء الله يتجدد مع حلقه جديده، وان شاء الله انها تكون مميزه. دائما تابعونا عبر قناه التميز، قناه ابو ظبي الامارات، عبر برنامجكم المميز دائما ابدا، برنامج صباح الدار. تقبلوا تحياتنا ومع السلامه. السلامه.